بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا بل لا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة جنتي.